أصدقائي طبعاً راح أتعرفكم عالم ولد خالتي عوض، وهذا هو عالمه. السلام عليكم. هذا طبعاً هذاك المكان المستغرب منه زي البيت، هذاك ندش فيه عشان الاندرمان يقدر يقتل الاندرمان. يا بس تعرضنا بيت يفكه عشان كل ما يعني أطفش، هذا غرفة النوم طبعاً، كل ما أطفش أروح أدور كيفينج زي كذا. دحين بنزل كيفينج معنا كيف مرة صغير حتى ما يكفي استكشاف، حتى لكن بعض المطل ما استكشفت أبداً. هذا زومبي طلعنا الزومبي الأول، نايس. أهم شيء هنا تحتاج شيء زق إيه شكراً. يا رب ان معنا شمع ليست طبعا معنا ببغاء ببغاء حقي معي هذا هو شو هو كتف وكتف لاعب نجمع حمات شوفوا الدحينة بس بغلال ووو في كافينا صوت انترمان لا هذا صوت حقك ايوه الببغاء يخوف صوت الله معلش شوف الحين بس عشان باخذ الجولد الرو ايرون بوريكم هذا الايرون اسف بعدين بوريكم استكشاف عالمي اووووي والله حسبتها ماينشافت في نزلة عالية دقيقة سوي شمعة لو سمحتوا نحطها بدل الديرت ونشمع كوبر الشماعة مع انه ما في منه فايدة مرة في هذا التحديث ان شاء الله في الأشياء القادمة يضيفون الأشياء والله حاجات كويسة احس يصلح ان الواحد يسوي بدروع ايه لكن الامرض ظلموه والله الامرض مع انه نادر ليش ما يخلون يمدينا نسوي منه دروع ما خلونا نسوي به حاجة كويسة بس نعطيه للقرويين وخلاص هنا في لافا وردة هنا في لافا هذا وش هذا بلوكة جديدة ومرة شوفها يا اخي ما فايدة وش مثل الليبس نفس نور تشوف الكهوف مثل الليبس نور لكن ان شاء الله مضيع نافا نافا يمكن تلقى دايموند تكيه قلت الخال تروني يا جماعة مش خايف منه نضيع في الكهف نسوي اخر شمع نحط الطريق نسيته هاي بعدين ببني على فوق والله هنا شكله هنا الزومبي كله بسم الله نجي نتوكل على الله تعالوا طبعاً يا أصدقائي إن شاء الله إذا جاب هذا الفيديو مشاهدات أو لايكات إن شاء الله راح ننزل الجزء الثاني إذا جاب الفيديو هذا على من 5 لايكات إن شاء الله ننزل الجزء الثاني ومع السلامة.